متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية في العاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود طقس بارد بشكل لافت 10 درجات مئوية فقط، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف الملموس 9 درجات، الرطوبة 76%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، إربد 20 إلى 11، المفرق 21 إلى 10، جرش 20 إلى 9، عجلون 18 إلى 7. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 21 إلى 10، عمان 17 إلى 10، الزرقاء 21 إلى 11، مأدبة 20 إلى 9، البحر الميت 27 إلى 16. أما المنطقة الجنوبية طقس مشمس في عموم المناطق، الكرك 17 إلى 8، الطفيلة 19 إلى 9، معان 22 إلى 11، الشبك 18 إلى 10، العقبة 29 إلى 17. أما المنطقة الشرقية أرويشد 27 إلى 13، الصفاوي 26 إلى 11، الأزرق 26 إلى 12. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.